مرحبا بالإخوة المشتركين بالقناة والمنتسبين وكل الناس. طلبتم مني أصور لكم محل سيارات مستعملة لكن رخيصة شوي، ليست من السيارات اللي هي مثلا سنة أو سنتين أو جديدة، لا هذه 5 سنوات قديمة، 6 سنوات، 10 سنوات. خلينا نعرف الأسعار. هنا في جراج صغير ببيع السيارات هذه. هذا المكان اسمه 3 أرج جارج. كما ترى في هذه اليافطة، هذا البيت رائع جماعة اللي ساكن فيه. طيب هاي نبدأ بالمحلات. هو محل صغير يعني، يمكن فيه 5-6 سيارات يعني، بس خلينا نبدأ بهذه فورد فيستا موديل 2009، ثمنها 3800 باوند. هي البادي الأسعار اللي هي الكويسة، واحد مثل حالاتي ممكن يشتريها. ها هي السيارة لونها أزرق 2009. خش بقى اللي بعديها للسيدات، أعتقد يعني ممكن رجل أيضا يبيعها بس غالبا للسيدات. اسمها الفيت، نسيت اسمها، فيت مشهورة هذه، 4000 باوند. ها هو كم السعر مكتوب، عايز أتذكر اسمها بس ناسي، حبقول لكم لما تذكروا. هنا الفورد فيستا 2000 باوند، رخيصة جدا 2000 باوند على فكرة. راتب موظف في الشهر ممكن يكون 2000-2500-3000، فممكن تشتري هذه في شهر يعني. سيارة رائعة 2000 باوند، فورد فيوجن موديل 2006، قديمة شوي. طلعت اسمها فيات 500، فيات 500. سيترون سي 1 اللي هو محب السيارات الصغيرة. عندك هذه مانيوال ولا اوتوماتيك؟ لا هذه مانيوال يعني بالغيارات اليد يعني، ما اوتوماتيك. 3800 باوند، موديل 2013، حلوه هذه صغيره. فيات 500 اخرى 3600، لونها عجيب شوي. فورد فوكس 2300 باوند، حلوه السياره دي، اعتقد مانيوال ايضا لانه مستحيل تكون اوتوماتيك بهذا السعر. يا جماعه مانيوال يعني بايدك الغيارات. في عندك هنا ايضا فورد فيستا صغيره، هنا بيجو 107. هيا نشوف الاسعار. اللون هذا غريب شوي، بحس لون يعني انا شخصيا ما بيعجبني، بس في بعض الناس ممكن يعجبوه. 4000، لا هو صراحه لون حلو يعني. عشان الاخوه تقول يا مال انت اخطات، 3200 يعني، بقول لكم اسعار زهيده يعني. هذه موديل 2012 يا جماعه، يعني 8 سنوات قديمه، 5700 باوند. هذه اتباعت، يلا ما ينفع هذه تشتروها، سولد. مبروك مبروك للي اشتراها، سولد. طب ولو باعها شبه هنا ليه؟ مش فاهم. يا بص هذه ارخص سياره يمكن ممكن تشتريها في حياتك، 950-990 يعني ب 1000 باوند تقريبا. سيترون سي 3 موديل كام هذه؟ موديل 2005. انا بعرف من الرقم يا جماعه، حابب اشرح لكم في المستقبل كيف تعرفوا، بس سهل يعني الامر سهل. خلينا اشرح لكم الان، ثواني. شايفين هنا الرقم؟ بصوا على الرقمين هذو، اخر واحد هو 2005. طيب خلينا نشوف هنا، هتعرفوا الرقم هنا كام. هذه 2009، احسنت. طب هنا هتتلخبط، هنا هتقول يا مار دي 2002، اقول لك لا، لما يكون في 6 يبقى دي 2012. هذه كام رقم موديل كام؟ احسنت، موديل 2000. وهكذا يعني. العجيب في الامر انه ما في اي احد في هذا المكان يعني، تخش تقعد تبص وتمشي. لو انت عايز تتصل او تشتري لازم تتصل بالراجل هو يجي لك، تتفقوا على موعد. هو بس فاتح بسطه هنا يعني، عامل زي اللي بيبيع نظارات في الشارع، فاتح نظاراته او بيبيع الولاعات. اي واحده عجبتكم، اي واحده كنت اشتريت، شفتوا السياره اللي ب 1000 باوند هذه؟ يعني لو انت اشتغلت اسبوعين في بريطانيا، او الصراحه اسبوع لو انت بتشتغل شغل كويس يعني، ممكن تطلع 1000 باوند تشتري بيها هذه السياره اللي ب 1000 باوند. اهو سياره في اسبوع في بريطانيا. وعلى فكره في ارخص يعني، ممكن بعض الناس يقول يا مار هذه غاليه مثلا، اللي هي سيترون سي 3 سي 3. هقول لك في ارخص لو انت عايز، في ب 500 باوند. انا بعت سيارتي لهذا الرجل نفسه، اهي الصوره هطلعها لكم الان. والله يا جماعه بعتها له ب 150 باوند. شوفوا باعها بكام هو، شفتوا؟ عايز يطلع فلوسه، ما هو على كل سياره هيزود له 600 باوند 500 باوند عشان يطلع المربح تبعه. فانا بعتها له ب 150، هو بيبيعها ما اعرف 700 و800 وشي هكذا. وهذه السياره كانت على فكره حلوه جدا للهيونداي يعني، عجبتني انا. اللي حددت لها هذه الستريبس السوداء،
طيب انا هترككم الان، اتمنى هذه الحلقه تكون عجبتكم. اذا عجبتكم هذه الحلقه الهادئه اتمنى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ولو عجبتك هذه السياره ب1000 باوند تعال اشتريها. 3 ارش جارج، هنا منظر رائع جدا. طيب اراكم الحلقه القادمه والسلام عليكم. اذا تحب ان تنتسب في قناتي عندي حلقة خاصة للمنتسبين، بدور فيها على سيارة معهم يعني، بستشيرهم وهم بيعطوني رأيهم وبالآخر بنقرر مع بعض أي سيارة أشتري. انتسب والله الأمر يعني حاجة رمزية بس بيدعمني كتير وبيساعدني أن أنا أبدأ أصور أكتر وتفرغ للتصوير، لأنه هذا هو العمل الوحيد يا جماعة، هذا هو مدخولي الوحيد. أراكم الحلقة القادمة، إلى اللقاء.